عندي سؤال واحد بس وجاوبيني على قده. انت من جد حامل؟ يوه مليت انا ترى من الأسئلة هذه الغريبة. انت ما كنت معي بالمستشفى. اللي في بطنك هذا ولد مين؟ لان انا اصلا ما اجيب عيال. كنت تخونيني مع مين؟ اسكت لحد يسمحك. اطلعي برا ولا عاد ابغى اشوفك مره ثانيه. اسكت تسكر فمك لان الكلام اللي بقوله لك ما باي احد يسمع غيرك. وش بعد تبغين تقولين؟ كذبه جديده تبين اصدقها؟ انا ماني بحامل. المفروض اني اصدق الحين. لا هذه خالتك موجوده، روح اسالها عندها نتائج التحاليل كلها. انا ما اكذب. انا سمعت خالتي وش قالت ذيك اليوم. انا اللي قلت لها تقول كذا عشان تدخل علي نتائجك الصدق اللي بدون أي لف وتزوير، مو نفس النتائج القديمة اللي كل الغلط فيني أنا. إيه؟ لا تناظرني كذا، أنا عارف أنك ما تجيب عيال، وعارف أن أمك ورسالتها هذه كلها بس علشان تحسسني بنقص، وعشان أقعد طول عمري خايفة إنك تطلقني ولا تتزوج علي بحجة إنك تبي تصير أبو. وإنت كيف عرفتي؟ من اليوم اللي ما جيت فيه عملية الحقن المجهري